الجاموس تعني الحياة، يعني الحياة بالنسبة لي، لأنه كالماء 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 بحاجة الإنسان، فالماء هو الحياة وهن بالنسبة لي حياة. الصعوبات حاليا اول شيء المياه، لا يوجد ماء لكي يسبح الجاموس. جاموس من ذوات الدم الحار، وجلده في حراره، بده من 3 ساعات لخمس ساعات يسبح في الجو الحار، ولا يوجد مياه للشرب. ونتيجة الجو الحار وعدم وجود المياه تعرض الجاموس لمرض الحمى القلاعية، فقدت 6 من رؤوس الجاموس، والآن عندي جاموسة أخرى فقدت النظر. كان يوما سجل من الأيام الحزينة جدا بالنسبة لي وكعائلتي، لأنه كان عبارة عن شيء أخذ الروح، وهذا الحيوان كان مصدر رزق ونقتات فيه فرح قدامنا. من السبب هو الماء. إما يموت الجاموس أمام ناظري، أو أضطر لبيعه بأسعار رخيصة جدا، يفقد المحرر هذا الحيوان اللي شبه منقرض. لا يوجد، يعني كل الأمم تحافظ على التراث وعلى الحيوانات المنقرضة إلا في هذه المنطقة.